وكيل المهندس ميلاد عيد يروي للجديد مراحل توقيف موكله وتفاصيل إخلاء سبيله. بعد نحو 3 أشهر أمضاها في عهدة القضاء العسكري بعد مرحلة التحقيق الأولي، أخلي سبيل ميلاد عيد الموظف السابق في أوجيرو الذي رأس قطاع صيانة الاتصالات الدولية والرئيس السابق لمصلحة الاستثمار الدولي في وزارة الاتصالات. عيد الذي كانت وجهت إليه تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي من قبل المدعي العام العسكري صقر صقر، كما اتهم بالاجتماع بضباط إسرائيليين في الخارج وتزويدهم بمعلومات حساسة تتعلق بقطاع الاتصالات، استقبل في بيته في عين عار المهنئين ببراءته والأهل والأقرباء والأصدقاء. كلف على رأس جروب شكلته هالوزارة وراح تيوسع الأعمال بالاستناد لطلب هالجماعة، لطلب الوزارة. سافر للخارج، اتصل بشركة تتعاطى هالأمور هيدي، لا هو عارف شنو هالشركة ولا منين ولا كيف. بعد ما رجع لهون على لبنان وما عاد سافر هو شخصيا للخارج، بقي مارس عمله ضمن هالوزارة وبكل سر وإخلاص واستقامة. ونتيجة هالرحلة هيدي اللي عملها جرى بين الوزارة وبين هالمؤسسة هيدي اتصالات يمكن وصلت لدرجة انه عملوا 51 اتصال او 50 اتصال بين هالمؤسسات. هاي الشركة وين؟ هاي الشركة بأمريكا. وانتهى عمله عند هالنقطة هيدي. وهون بدي اسأل سؤال، انه هالرجل يعني شو بده يعمل فحص الدي ان اي للجماعة تيعرف لأي جهة بينتسبوا لوين بيروحوا؟ حكي مع هالمؤسسة وصار الشيء اللي قلت لك عنه وانتهى الموضوع عند هون. جرى معه تحقيقات أولية، لم يمارس عليه ضغط ولا تخويف، عطي إفادته مثل ما صار معه وانتهى الموضوع عند هون. أحيل الملف التحقيق الأولي لقاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الأستاذ غايدة. استكمل التحقيق حضرة المستنطق، قدمنا بطلب إخلاء سبيل، أخذنا قرار بإخلاء السبيل من حضرة المستنطق. هالقرار هيدا رجع عرض على النيابة العامة، النيابة العامة استأنفته لمحكمة التمييز. التأمت محكمة التمييز بغرفة المذاكرة وتداولوا بالموضوع وصدق إخلاء السبيل. أشيد بالقضاء اللبناني المنزه بكل واقعية وبكل هدوء وصلنا لهالنتيجة وأخلي سبيل الرجل. طب على أي أساس تم إخلاء السبيل؟ لأن هالتهمة المنسوبة إله ما سبتت براءته. على هالأساس أخلي سبيله بدون سند كفالي وبدون سند إقامي وبدون شيء أبدا. وقد نقل محامي عيد عن موكله أن حاله الصحية سيئة، لا سيما أنه يعاني حصن في الكلى وهو سيخضع لعلاجات في المدى القريب.